السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللي عنده مشكلة مع الهاموش أو المسمى في بعض الدول العربية بالبرغش أو ذباب الفاكهة، اللي هي الحشرات الصغيرة الدقيقة دي اللي بتتجمع على طبق الفاكهة في المطبخ، وكمان الذبابة اللي مسماه بذبابة الحمام اللي بنلاقيها موجودة متجمعة حوالين فتحة صرف الحوض. النهاردة هنقدم حلول سحرية، حلول عملية، هنوريكم بعينيكم ازاي نتخلص من الحشرات المزعجة دي. اوعوا تروحوا في اي مكان وخليكم معانا. ودي كانت النتيجة بعد ساعتين. طبعا هي نفس الطريقة هي لذباب الفاكهة وللهاموش اللي هو البرغش ولكل أنواع الحشرات المنزلية بس ما عدا الذباب والناموس. ودي كانت النتيجة بعد 24 ساعة. كمية الحشرات كبيرة، يا رب تكون النتيجة مرضية. ودلوقتي هنتكلم عن بعض الإجراءات اللي لازم توفرها في البيت عشان نمنع حشرات المنزل من الأساس. التلاجة هي المكان المناسب للفاكهة مش المطبخ. المطبخ لازم يتمسح كويس جدا. الباسكت لازم يكون فيه كيس بلاستيك ويكون ليه غطاء. طريقة تانية برضو فعالة للغاية، استيكرز او لاصق بيتباع خصيصا، بيكون في مادة لازقة وبيتعلق في كل مكان، في منه اشكال كتيرة. بيتميز باللون الاصفر لان اللون الاصفر معروف جدا انه جاذب للحشرات. شوفوا النتيجة. وممكن برضو نحط فرمون او يعني اي سائل على خل او ليمون ليه رائحة ونحط فيه اللاصق ده وننشره في كل مكان في البيت، بيخلصنا من كميات كبيرة ان كانت الاصابة مستفحلة. طريقة ثالثة ان احنا بنجيب ليمونة وبنجيب خميرة وبنحط الخميرة في البرطمان وعليها معلقة سكر، وبعدين بنعصر الليمونة على الخميرة والسكر وبنحط مية على خل، وبعد كده بنجيب ورقة بنعملها على شكل قمع وبنلزقها، وبعد كده بنحطها في البرطمان. طريقة فعالة جدا برضو. ودي كانت نتيجة التجربة، هي برضو صيد عدد مش بطال من الحشرات دي. يا رب تكون الحلقة عجبتكم واستفدنا منها، عشان نعمل شير ولايك على قد ما نقدر علشان خاطر المعلومة توصل لغيرنا. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.